بلشت علاج، اخذت كيماوي واشعاعي. كنت اتوجع واتعب كثير، ونسبه الدم كانت دائما تكون عندي منخفضه. كنت اواجه صعوبه كثير كبيره في اني الاقي المتبرع المناسب. عشان هيك انا بناشد كل انسان بيقدر يتبرع انه يروح بيساعد، لانه بحبكم وتبرعكم لعمل الخير تقدروا تنقذوا حياه ناس كثير وترجعوا البسمه على وجوههم. هذا الحكي اللي حكته دانا عمر محاربه السرطان ومهمتنا الاولى في فكرتنا للتطبيق، اللي كان المفروض تكون موجوده هون بس تاخرت شوي والاغلب انها هلا تيجي. صباح الخير، احنا فريق لايف تشينجرز من مدرسه الدراسه صلاح السويدي من بيت جاله، اصحاب تطبيق كيدي لايف اللي هو عن التبرع بالدم. انا طالبه براء موسى، عمري 16 سنه، اشتغلت اكثر على الكودينج والديزاين للتطبيق على الاب انفنتر. وانا الطالبه زين بحال 16 سنه، كان ميولي وشغلي اكثر للشغل على البزنس بلان وتصوير ومنتج الفيديوهات. احنا الثنتين اشتغلنا بشكل كثير كبير على عمل التنسيق المواعيد مع المستشفيات وبنوك الدم فيها. من هاي المستشفيات كانت مستشفى الحسين، حيث انه مديرة المستشفى الدكتورة غادة كوع رحبت بشكل كثير كبير بفكرتنا ووعدتنا انها تكون اول مستشفى رح تطبق فكرتنا عندها في المستشفى. طبعا احنا استمدينا القوة والمساعدة من التو منترز تاعونا، الاستاذ رحاب رحال والاستاذة علا الشغلي، نشكرهم كثير. Giving equals living، من اهم القيم اللي لازم يتحلى فيها الانسان هي العطاء عشان يكون انسان فعال ومنتج في المجتمع. فانت بتعيش بالاشياء اللي بتاخده بينما بتحس بقيمه حياتك بالاشياء اللي انت بتعطيه. واحنا هون بناكد على قيمه العطاء وانه كل انسان بيملك القوه على العطاء والتبرع وانه يقدر انه يكون انسان فعال ومنتج في المجتمع. اغلب الحالات المرضيه الا ما تمر فتره تحتاج فيها لدم، وغالبا مستشفياتنا للاسف ما بتقدر توفر هذا القدر الكافي من الدم. أنا متأكد إنكم بتشوفوا مناشدات للتبرع بالدم على مواقع التواصل الاجتماعي على الأقل مرة في الأسبوع، مثلاً هون محتاجين دم بغض النظر عن الزمرة، هون نازلين على موقع إخباري زي موقع دوز الإخباري. إحنا تطبيقنا إنسان بيهدف إنه يوصل الدم لكافة الناس مهما اختلفت أطيافهم، وإحنا بالمجتمع الفلسطيني بنعيش بظروف خاصة بتتمثل بالاحتلال، وبالتالي في كثرة المواجهات بين جنود الاحتلال والمواطنين. فبكثر عنا مصابين وبالتالي بنحتاج كمية دم أكثر من غيرنا من المجتمعات. ومن هذا المنطلق احنا حبينا نسوي حل لكل هاي المشاكل، وانه نطرح ابلكيشن بيجمع المستشفى والمتبرع في مكان واحد، بحيث انه المستشفى بتقدر تدور على المتبرعين بشكل اسرع ووقت اسهل بشكل كثير كبير، وبتدور عليهم عن طريق البحث عن زمرة الدم او المحافظة، وبنفس الوقت المستشفى بتقدر تدور على مستشفيات ثانية عشان تتواصل معهم ويتم في تبادل لوحدات الدم. وبرضه بتسهل على الناس اللي عندهم حب للتبرع انهم يسجلوا اسمائهم كمتبرعين دائمين في تطبيقنا، كل هذا بس بكبسه زر. طب كيف التطبيق بيشتغل؟ اول شيء احنا تطبيقنا عباره عن بنك معلوماتي للدعم، هدول سكرينات للتطبيق، وعندنا هون بصفحه شخصيه للمستشفى بيقدر انه يعمل سيرش على زمره الدم بيطلع المتبرعين اللي مسجلين زمره دمهم. تارجت ماركت والفئه المستهدفه في الماركت تاعنا قسمناها بناء على شغلتين، اول شيء على الديموغرافيك سيجمنتيشن بناء على الايج، حيث انه التبرع بالدم تحديدا لازم يكون عمر المتبرع فوق 18 سنه تحت 60 سنه. ثاني شيء السايكوغرافيك سيجمنتيشن، بحيث يعني اللايف ستايل للناس اللي حابين يتبرعوا، مثلا هم رايحين يتبرعوا حابين عطاء او حابين عمل الخير او مثلا بس هم حابين انهم يتبرعوا. الماركت اناليسيس حسب ما ذكر زميلتي نحن قسمنا التارجت ماركت على فئتين عن العمر واللايف ستايل. هلا بالنسبة للعمر عندنا عدد سكان فلسطين 4,780,000، إذا شلنا منهم المواطنين اللي تحت 16 وفوق اللي تحت 18 وفوق ال 60 بضل عندنا 2,370,000 مواطن ممكن إنهم يسجلوا تطبيقنا ويكونوا متبرعين للدعم. بالنسبة للفاينانشال الأمور المالية، طبعا احنا تواصلنا مع خبراء وناس مختصين في هاي الأمور. اكتشفنا انه اذا بدنا نسوي ديفلوبينج للابلكيشن تاعنا البروفيشنال ديفلوبر بيطلب 30 دولار على الساعه، تقريبا الابلكيشن تاعنا بيحتاج 50 ساعه، فالتوتال كوست بيطلع 1500 دولار. بالنسبه للادفرتايزنج سواء على جوجل ادورد او الفيسبوك محتاج 1500 دولار على جوجل و 6750 دولار على الفيسبوك. بالنسبه للمواصلات كلام سام بيحتاج 500 دولار، اما بالنسبه للتراخيص اللي احنا بنحتاجها للابلكيشن تاعنا فهي تو بي ديسايدد بعدين، بحيث انه احنا ممكن نطور اي خاصيه جديده على الابلكيشن تاعنا تحتاج ترخيص جديد، بس بشكل عام هي التراخيص كلها مبالغ رمزيه، وبطلع التوتال كوست تاع الابلكيشن تاعنا 10,250 دولار. وطبعا بحب انوه انه احنا الابلكيشن تاعنا هو عباره عن نون بروفيت ابلكيشن، واي مصاري ممكن تطلع لنا من وراء الابلكيشن بس احنا ننزله
هاي كلها رح يروح رايح على تطبيب بنوك الدم في فلسطين وتحسين من حالة صحية لهم في المستشفيات. بالنسبة للمنافسة مع التطبيقات الأخرى، فإن في فلسطين بس بنفسنا تطبيق واحد عن التبرع بالدم واللي هو بس بين الأشخاص العاديين، أما إحنا تطبيقنا بين المستشفيات وبين المستشفى والمتبرع، فهون بحافظ على الخصوصية للمتبرعين وبمنع الأكاذيب والاحتيال. تطبيقنا ما بيكون فيها كذوبة. Thank you for listening and best regards. So how does this plan? I can share it. Ah, okay. Do you have a question? Okay. Oh, hello, في أبعد أي جلسة؟ أنا عندي سؤال صبايا، بالنسبة للانتريز اللي بتدخلها المستشفى هي عبارة بس عن اسمها وعنوانها، ما شفت أي داتا بتدخل عن شو عندها دم، يعني قديش عندها وحدات دم مثلا من A بلس من B من وحدة. هلا المستشفى يوم تسجل في الابلكيشن تاعنا، هي طبعا احنا رحنا على المستشفيات وزرناهم وتواصلنا معهم، طلع انه هم بيحتاجوا باستمرار لوحدات دم. هم يوم يسجلوا فيش داعي يسجلوا قديش عندهم وحدات دم، بس بيسجلوا كمستشفى بحيث انه يوم ينقص عندهم دم بتواصل مع المتبرعين. يعني مثلا انا كمتبرع فيش داعي او فيش اي فائده اني اعرف قديش عندها المستشفى وحدات دم. كمتبرع بس انتم عاملين انه بتقدري من مستشفى لمستشفى، فمن مستشفى لمستشفى كيف بده يصير تواصل انه اعرف انه هاي المستشفى عندها هذا النوع من وحده الدم اللي انا بدي اياها. هلا انا كمستشفى بدي بحتاج دم، تمام؟ بدخل على السيرش بكتب مستشفى كذا كذا، بدخل عليها بتواصل معها عن طريق التليفون او الايميل، فانه هيك بصير التواصل. وانا مثلا ممكن مش شرط انا مثلا اكون محتاج وحدات دم، مثلا انا بدي متبرع موجود هلا في هاي المستشفى او بغض النظر ايش بدهم، يعني بحبوا يتواصلوا مع بعض. It's nice to make كل هاي البروسيس انه يكون عندكم اصلا، مش لما بروح المتبرع يحط تنحسب قديش الكميات، تكون عندكم قدره انكم تحسبوا قديش الكميات الموجوده بكل مستشفى وقديش رقم بيطلع منها وقديش بتدخلها. سؤال ممكن طبعا، يعني مش شرط انه انتم تحسبوها شخصيا، ممكن انه تخلوا امكانيه انه المستشفى هو يحط يعمل ابديت لحاله على الاب انه انا عندي كذا كذا. This is my status. يعني هذا فيوتشر ورك، هلا يور ورك از فيري جود صراحه. برافو عليك. بالنسبه للسيرش، هلا انا لما ادور على عملت فاليديشن انه مثلا انا بس بقدر ادور على اي بلس او نيجاتيف، يعني في انه يعني اذا دخلت انا بلكي سي بلس يطلع لي غلط، عملت هذا الحكي؟ اه اوكي تمام، عشان هيك بتاثر على فعملت فاليديشن. أنا ما عندي أسئلة، بس فكرة رائعة واشتغلت شغل كتير منيح والبزنس بلان مشغول كتير منيح عليها. رائعين من أربع تيمز أنتوا صراحة. كملي هيك. And colorful. color appropriate, actually. Very good. Hi, Dana. أولا جد كان ضروري تكون موجودة، عشان أول شيء نشكرها كثير على كل التعب اللي تعبته معنا. كانت يعني أي معلومة بدنا نعرفها عن المرضى، كيف بتصير مثلا عملية التبرع، يوم يعني يحتاج دم إيش بيكونوا حاسين، وصفت لنا كل شيء بدون أي خجل. فجد شكرا لك تاني. شكرا. بالعكس، أي حدا، أنا بحب أساعد أي حدا، أنا كثير انبسطت إني ساعدكم. جد أخذنا في الدرجة. يعطيك العافية. يعطيك العافية. شكرا. ضل عندي سؤال قبل ما تطلع، بالنسبة لما حدا بدور على الوحدات بيطلع له حسب المحافظة ولا شو؟ يعني كيف بقدر حدا قصدك المستشفى؟ المستشفى. مثلا حضر ارجع على الشاشة. اوكي خلص مش مشكلة. هي بيطلع له رقم التليفون ومكان السكن، احنا بنقدر نتحكم يعني ايش بده يطلع له معلومات. يعني الداتا اللي بترجع بتكون فيها حسب المنطقة، حسب مؤسسة. لانه مثلا مستشفى الحسين في دير كاحل، ليش يطلع لها مثلا الناس الموجودين في طول كلمة؟ بالضبط. انه اصلا انت بتسجل منطقتك مكان سكنك.
طبعا اهم شيء الخصوصيه يعني مثلا اوكي بنطلب رقم الهويه من المستخدم عشان نتاكد انه هذا المستخدم انه حقيقي او هيك مثلا رقم الهويه ما بيطلع للمستخدم ليش يطلع لها في مثلا معلومات خاصه بتضلها خاصه بالمستخدم ما بتبين ولا لاي حدا غير بس له صفحته الخاصه وبتسوي عليها فاليديشن رقم الهويه انا عم بحاول اشغلها لا اذا عندهم بس شو ندخل على تليفون الطلبات اه اذا كان سجل عنده بحطهم بس واجي انا هون جنب هذا المكان في سنتر بحط على جوالك في كل يوم ما بدي اني ارجع بحط على جوالك بدي اعمل حساب بدي لا بدي حساب بدي تسوي